أشاد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أشاد بالدور الكبير الذي تطلع به أكاديمية ساندهيرست العريقة في إعداد وتأهيل منتسبيها، مؤكدا سموه على مخرجات هذه الكلية ونهجها المتبع في القيادة والانضباط. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم بقصر الرفاع، العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، والملازم أول سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، حيث قدم سمو الشيخ ناصر اللواء الركن بول نانسون آمر أكاديمية ساندهيرست العريقة الملكية وعددا من الضباط والمشاركين في لقاء خريجي أكاديمية ساندهيرست العريقة الذي تستضيفه مملكة البحرين من الفترة من 6 حتى 7 نوفمبر. ونوه سموه بتنظيم لقاء خريجي هذه الأكاديمية البريطانية العريقة من الدول الشقيقة والصديقة في مملكة البحرين، وأشاد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وكافة القائمين على الإعداد لهذا اللقاء، وهو ما يعكس مدى الروابط المتينة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما يجمعهما من علاقات متميزة ومزدهرة على الدوام. وقد رحب سموه بالضباط المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة في هذا اللقاء متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية كحماة لأوطانهم، متسلحين بقيمهم مستفيدين مما اكتسبوه من معارف وعلوم في خدمة كافة القطاعات العسكرية. من جانبه عبر العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضله برعاية لقاء خريجي أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية من بعض الدول الشقيقة والصديقة الذي نظمته قوة دفاع البحرين، وعلى ما أبداه سموه من اهتمام كبير بهدف هذا اللقاء الذي يمثل جانبا هاما من التعاون الوثيق بين مملكة البحرين وأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.